مقارنة بين بطلتي مسلسل مكتوب هند بن جبارة وسلوى زرهان يثير الجدل. إليكم التفاصيل. فبعد نجاح أولى حلقات المسلسل الرمضاني المكتوب والذي تشارك فيه دنيا بوتازوت بطولته رفقة ألمع النجوم من بينهما الممثلة هند بن جبارة والممثلة سلوى زرهان، فرغم أن كل واحدة منهما لها دور مختلف عن الأخرى، فهند هي تلك الفتاة الطيبة الهادئة من أسرة فقيرة يتيمة الأب، بينما سلوى تلعب دور بنت الفشوش من عائلة غنية شريرة وتبحث عن مصلحتها مهما كلفها الأمر. إلا أن رواد السوشيال ميديا قارنوا بينهما من ناحية تقمص الشخصية، وهل نجحت كل واحدة منهما في إيصال رسالتها وإقناع المشاهد؟ وقد راجت في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يجمعهما، وطرح من خلاله سؤال: شكون عجبتكم في التمثيل، هند ولا سلوى؟ شكون فيهم كيعجبكم تمثيلها؟ وكان هذا هو رد رواد السوشيال ميديا من خلال تعليقاتهم. وقد عبرت الممثلة المغربية هند بن جبارة سابقا عن سعادتها عقب تفاعل المغاربة مع شخصيتها بالمسلسل الدرامي المكتوب، وأوضحت بأن المشاهد المغربي سيواجه الكثير من الأحداث، حيث سيكون عنصر المفاجأة حاضرا بقوة في الحلقات المقبلة، قائلة: غيوقع تغيير كبير في حياة هند وأمها.